صباح الخير، اليوم رح نكون عم نعمل upper body. خلينا قبل نحمي شوي جسمنا، قبل ما نبلش بالتمرين تبعنا بنحرك ايدينا، نعمل circles، بعد مرتين opposite side، بطلع بايدي لفوق 5 مرات، بعد عنا مرتين، هلا لقدام وعلى جنب، نعملها كمان 5 مرات، بعد مرتين نركض شوي بأرضنا لنحضر حالنا للتمرين تبعنا. كل اللي رح نعوزه اليوم هو 2 dumbbells. خلينا نبلش بالتمرين. نمسك الدمبلز ومنبلش. أول حركة رح تكون هي shoulder press، بطلع اكسهيل بس ارفع ايدي. هلا بالنسبة لإجري فيني يكون عم بحط اجر قدام اجر، فيني يكون عم وسع اجري قد مستوى كتافي، انتو كيف ترتاحوا اتنيناتهم صح. نعمل بعد 4 3 اكسهيل 2 more and last 1. رح نعمل كل حركة 8 repetitions 2 sets. نرتاح اكيد، خلوا حدكم قنينة مي كل الوقت، منحضر حالنا لنعيد هالتمرين بعد مرة. ناخد نفس، let's go. 1 2 3 ظهري جالس، 4 5 6 7، وهيدي ويت. هيك نكون خلصنا شولدر بريس، حركة لعضلات الكتاف. خلينا نرتاح 5 ثواني لنعمل التمرين اللي بعده. كمان رح يكون عنا حركة كتير حلوة لعضلات الكتاف، كون عم بطلع يمين شمال ظهري جالس، يمين شمال، هيدي 1 repetition. 3 مثل ما اتفقنا 8 repetitions. 4 5 ظهري جالس، 6. فينا نكون عم نطلعهم مع بعضهم وفينا نكون عم نطلع ايدي اتنيناتهم صح، وهيدي اخر وحدة. نرتاح شوي، منحضر حالنا لنعيد هالتمرين بعد مرة. Let's go. 2 3 4 5 6 7 8 وهيدي اخر مرة، وهيك بنكون خلصنا هيدي الحركة. هلا عنا حركة اكيد بعد للكتاف، بطلع لفوق وبنزل، بطلع لفوق وبنزل. هول التمارين فينا نكون عم نعملهم بالبيت، فينا نكون عم نعملهم بالنادي. كل اللي رح نعوزه هو 2 dumbbells، بطلع وبنزل. بعد عنا 4 3 2 نسبة فوق، اهم شيء انه نعمل هولد فوق وبنزل، هولد وبنزل. هيك نكون خلصنا هيدا الحركة، منرتاح شوي، ناخد نفس، اكسهيل ظهري جالس، بوسع اجري قد مستوى كتافي، بطلع هولد ثانيتين وبنزل. 2 3 4 بعد 4 بعد 3 هولد. نحن هون عم نشغل عضلات الترابيز، عضلة الكتاف، اخر وحدة، وهيك نكون خلصنا هيدي الحركة. منريح حالنا لننتقل للديد ليفت، بنوسع اجرينا قد مستوى كتافنا، بننزل ونطلع، نطع شوي الركاب ونطلع، منخلي الدمبلز ربع اجرينا. بعد عنا 5 4 نظري لتحت وبطلع، 3 2 more. نمسك وزن مناسب إلنا، اكسهيل، وهيدي آخر مرة. أكيد بدنا نعيدها بعد مرة مثل ما اتفقنا، 8 repetitions 2 sets. Let's go. بوسع إجري قد مستوى كتافي، ظهري جالس، بنزل بنزل، ستوب هون وبطلع. 2 3 بنزل نظري لتحت وبطلع، 4 بعد 3 بعد 2 وهيدي اخر مرة. هيك بنكون عدنا الديد ليفت مرتين. بنرتاح شوي، بنوسع اجرينا قد مستوى كتافنا،
ننزل ظهرنا شوي لتحت، كمان بدنا نمرن عضلات ظهرنا، بدنا نعمل روينج، بنسحب تحت لفوق، نسحب 3 4 5 6 7 وهيدي 8. نرتاح شوي لنعيد هالتمرين بعد مرة. أهم شي نكون عم نتنفس نحن وعم نتمرن. ليتس جو. بوسع إجري قد مستوى كتافي، بوطي ظهري لتحت. 1 2 3 4، بعد 4 بعد 3، 2 more and last 1، وبطلع شوي شوي. منريح حالنا. خلينا هلا نعمل هامر كيرلز، حركة لنمرن فيها البايسبس، عضلة صغيرة ما منتقل فيها بالوزن. 2 3 4، بطلع لهون ستوب وبنزل، ما بخلي الدمبل يدق بكتفه. بعد عنا 3 2 مور، كمان فينا نكون عم نطلع ايدتين وفينا نكون عم نطلع ايد ايد، اثنيناتهم صح. وهيك بنكون خلصنا الهامر كيرلز. نرتاح 5 ثواني لنعيد هالتمرين بعد مرة. ليتس جو. بطلع واحدة يمين واحدة شمال، هيدي 1 ريبيتيشن. 2 ظهر جالس، 3 4 5، بعد 3 2 more and last 1. خلينا نطلع ايدتين مع بعضهم، منريح حالنا كمان اكيد لنعمل بعد حركة لعضلة البايسبس. هنعمل سايد بايسبس، 1 2 3 4، بعد عنا 4، كمان ما منخلي الدمبل يدق بكتفنا. بعد 3 بنعمل حركة شوي شوي، 2 more and last 1. هيك بنكون خلصنا السايد بايسبس. هلا اكيد بدنا نرتاح شوي لنعيد هالتمرين بعد مره. الحركات اليوم كثير حلوه، مثل ما قلت لكم عم نعمل تمارين للابر بودي، بينعمل بالبيت بينعمل بالنادي، كل اللي عايزينه هو 2 دمبلز، اكيد وزن يكون مناسب لنا. 4 5 6 7 وهيدي 8. هيك بنكون خلصنا من هيدي الحركة. خلينا نرتاح شوي لنحضر حالنا لتمرين اللي بعده. رح نكون عم نعمل ريفرس كيرلز، 3 4، بطلع هولد وبنزل، 6 7 8. هيك بنكون خلصنا هيدي الحركة، أكيد بدنا نعيدها بعد مرة. بناخد نفس، بنحضر حالنا، نوسع اجرينا قد مستوى كتافنا ونطلع. 1 2 3 4، بعد 4 بعد 3 بطلع بعمل هولد وبنزل، 2 more and last 1. هيك بنكون خلصنا ريفرس كيرلز. نرتاح شوي لنعمل حركة لعضلة الترايسبس. بوسع اجري قد مستوى كتافي، بنزل شوي بظهري لتحت، نظري لتحت وبتفش ايدي لورا. 1 2 3 4، دايما نظري لتحت ما برفع رقبتي طلوع، نظري لتحت. وبنعمل بعد 4 بنتفش لورا، 2 more and last 1. هيك بنكون خلصنا هيدي الحركة، بدنا نعيدها أكيد بعد مرة. اكسهيل، وسع إجري قد مستوى كتافي، نتعش الركاب شوي، وطي ظهري لتحت and let's go. 2 نظري لتحت، 3 4 5 6 7 8. هيك بنكون خلصنا هيدي الحركة، نرتاح شوي. كمان هلا رح نعمل روينج، رح نكون عم نمرن عضلات الظهر غير فاريشن اللي عملناها قبل. بوطي ظهري لتحت وبسحب، 1 2 3 4 5 6
سات ويت. نرتاح شوي لنعيد هالتمرين بعد مرة. شدوا حالكم، خلصنا، بنوسع اجرينا، ننزل. ليتس جو. 1 2 3 4 4 مور 6 7 8. هيك بنكون خلصنا التمرين تبعنا، كان تمرين كتير حلو، ركزنا منيح على الأبر بودي، وأنا بشوفكم بالحلقة الجاية.